أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على الدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقرة في مجال التنمية الاقتصادية والعمل الإنساني وتعزيز السلام والسلم العالمي وتوثيق العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم وتحقيق التعايش بين مختلف الديانات والأقليات العرقية وتوجه معالي رئيس مجلس الشورى بخالص التهنئة إلى سمو رئيس الوزراء بمناسبة تسلم سموه جائزة شعلة السلام من جمعية تعزيز السلام لافتا إلى أن هذه الجائزة تعد ترجمة ملموسة وعرفانا بالجهود الخيرة والمبادرات الرائدة التي تتبناها الحكومة بقيادة سموه على صعيد دعم جهود السلام والتعايش والتي تنطلق من رؤية سموه الداعية إلى أهمية إحلال السلام في العالم وبما يتوافق مع مصلحة الدول في حل النزاعات والخلافات وتعزيز استقرارها بما يحقق تنميه مستدامه لهذه الدول في كافه المجالات